منذ أن اجتاح الربيع العربي تونس أصبح البلد في حالة من التحول. لفتح حوار في السياسة والقيام بدور استشاري، فقد أسس المعهد الهولندي للديمقراطية المتعددة الأحزاب NIMD المدرسة التونسية للعلوم السياسية. تحقق هذا بمساهمة منظمة الأحزاب البرلمانية الفنلندية ديمو فنلند، المدرسة البلغارية للعلوم السياسية BSOP، والمركز المحلي للدراسات الدولية والمتوسطية CEMI. NIMD paid several visits to Tunisia. We met with all political parties, civil society organizations, international organizations. We tried to see what would be the contribution that we could bring to the country at the request of political parties. تونس اليوم بعد الفساد اللي عاشته خاصة حاجتها بأيدي نظيفة. يدين اليوم ما ترعشي تنجم تقاوم الفساد هذايا، لكن اللي باش يقاوموا الفساد هذايا يلزم ناس الشعب يعطي فيهم ثقة. ما كانتش عندنا القدرة أنه نتكلم وإلا نعبروا وإلا نتصرفوا في الساحة السياسية بحرية قبل الثورة، توا وقعت العديد من الاختلافات على الوضع الفارض. أنا نشوف أنه احنا بحاجة أولا وقبل كل شيء إلى سياسيين محنكين. دورة الستة أشهر الدراسية توفر للطلاب الأدوات اللازمة ليصبحوا ناجحين سياسيين في سياق ديمقراطي. في شهر يوليو 2012 الماضي تلقى أول الخريجين شهادتهم من المدرسة التونسية للعلوم السياسية. مع تونس للسياسة يهدف من خلال التكوين إلى مسألتين، الأولى هي تكوين السياسيين الجدد اللي مارسوا في السياسة اليوم واللي ما عندهم حتى تكوين سياسي، اثنين هو فتح مجال لهؤلاء حتى يجلسوا مع بعض ويتعلموا الحوار ويقبل بعضهم البعض الآخر بعيداً عن الخصومات والنزاعات السياسية. Nous sommes tous jeunes sur la scène politique puisque on découvre avec la révolution le travail politique et c'est dans ce cadre-là que cette école politique est née. أسباب التحاقي بالدورة التكوينية للمعهد تونس للسياسة هو بالأساس الانفتاح على المناضلين الأحزاب الأخرى، معرفة أفكارهم وتطلعاتهم لمزيد من التشاركية مع بعضنا لبناء تونس الجديدة اللي نحبوها بعد الثورة. Personnellement, j'étais très très heureux de faire partie de cette promotion, cette première promotion de l'école politique de Tunis. J'encourage tous les politiques, les jeunes politiques, à faire partie de l'école politique de Tunis. Unlike the East European transitions, the Tunisian transition and the Tunisian revolution was a revolution that was born here. In a very short space of time, they changed the regime, they had elections, they started a proper political process. And the pace with which everything is developing is mind-blowing. When I go back from Tunis to Sofia, I go inspired by what I see here. The main souvenir اللي عندي في ليكول هي خاصة معناها اللي زاتوليه اللي كنا نعمل فيهم مع بعضنا واللي كان فيهم برشة تواصل مع بقية الأعضاء، وخاصة إنه الاختلاف معناها النواب أو المشاركين كان ذلك عنده معناها نكهة خاصة. ناخذ شهادات من مختلف الوجهات النظر السياسية، احنا نسألوا اللي يعني نعملوا حوار معهم مباشرة. الإضافة اللي أعطته لنا مدرسة تونس للسياسة هي ممكن تعكس بجانب كبير يعني في المجلس من المداخلات عن طريق فهم زادة للأطراف الأخرى السياسية، لأن خذنا نفس التجربة فنفهم حتى عن طريقة قريبة يعني الآراء الأطراف الأخرى السياسية نوعا ما، هذا هو يعني. والجرأة أكثر خاصة إحنا بالنسبة للشبان الناشئين في السياسة الجرأة أكثر زادة فيه. نتيجة لتقديم خدماتهم، فإن المعهد الهولندي للديمقراطية المتعددة الأحزاب NIMD قد اكتسب ثقة الأحزاب السياسية. هذا قد مكنهم من المشاركة في الحوار أكثر حساسية مع الأطراف السياسية المعنية. بعد هذا الإطلاق الناجح في تونس، فإن المدارس السياسية سوف تنتشر إلى حد أبعد في المنطقة العربية. We've had a history of dictatorship for about 50 years, and I think that the politicians today need to know more about the basics of politics. We need lots of teaching and preaching on subjects like democracy, like multi-party regimes.
I think it's extremely important not to feel that the revolutionary mood will last forever. After the revolution, there is, and after the initial transition period, there is a moment of anticlimax, and people start becoming more discouraged because the results are not coming instantly. So there is a lot of hard work. نعتقد أن الإرادة قوية من طرف الجميع لبناء دستور توافقي يحقق رغبات التونسيين جميعا والعملية السياسية يعني تنضج يوما بعد يوم. Within the group of 50 that we now have, we have 20 members of the Constituent Assembly, two presidential advisors and two vice presidents of political parties. The level that has been participating in this Tunisian School of Politics is enormous. At the same time, we already see that the dynamic on a personal level between all the participants is so enormous that I have very positive hopes of how they will deal with each other as future leaders of different parties with different opinions. كي نحقق فيها ولو قدر بسيط في التكوين السياسي المستقبل نسميه حققنا خطوة كبيرة.